يمن يمن وسط الحرايب ليث وكل جيدوم لاوته ولنك للبصيرة العين ولنك على الأعادي باس لأن بحكمتك موصوف مو بالعبث سميته ربك من نطاك إياه صار اسم البطل عباس على حسن الخلق والدين والشيمة تربيته لذلك صار بي لذلك صار بي ثنتين ما يتلاوى بس حساس بس زينب رأت عيناه قالت بويا حبيته بس زينب رأت عيناه قالت بويا حبيته وحسها تعلقت روحي بيه أشعر بالأنفاس ألاحظ عينه تنظرني وتتبعني وتتبعني حسيت ألاحظ عينه تنظرني وتتبعني حسيت ويعقد حاجب لو شاف حرك شيلة النسناس ما يرضى إذا تشفيه مو في شفة حطيته تجاذبني شفوف بشوق وشمن بيها ريحة ياس قللها علي لي يوم غير اليوم ضميته اجل الدنيا ظهر حسين والخدرج صبح نوماس بعد تبو بعد قصاي اليوم اعلن خبر بالكتب ما موجود اليوم اعلن خبر بالكتب ما موجود سمعت ام البنين تصيح يا معبود ترى العباس من ولد بيد الجود وسديد لا يوقع جوده سديد لا يوقع جوده سوت شي سديد لا يوقع جوده اذا جاء خادمك حبيبي خادمك اليوم أعلن خبر بالكتب ما موجود سمعت أم البنين تصيح يا معبود ترى العباس من ولد بيده شنو الجود سوى أبو فاضل سديد لا يوقع جوده سديد لا يوقع جوده عافية سديد لا يوقع جوده يلا هو وياي سديد لا يوقع جوده إذا جاع الطفل يرضع لبن يا ناس إذا جاع الطفل يرضع لبن يا ناس فقط عباس بس يرضع وفاء وإحساس لهذا السبب ماكو مثل ماكو مثل ليش ماكو مثل عباس بقماطة ويحب حسينة بقماطة ويحب حسينة بقماطة ويحب حسينة بقماطة ويحب حسينة سامعين واحد شكى على العباس من أهله ماكو بس أم البنين جاي شكا يا الأمير المؤمنين شو تقول له اجت أم البنين الحيدر الحماي اجت ام البنين الحيدر الحماي تقول له الطفل قوموا تعالوا يا شبيه قوموا تعالوا يا ترى العباس ما يقبل يذوق الماي ايش في يا علي يوسف استغرب ام البنين كل ما قدمت له ماي ما يبغى اجت ام البنين الحيدر الحماي تقول له الطفل قوموا تعالوا
وياي ترى العباس ما يقبل يذوق الماش. قال لها علي سهل يا ام البنين ليش يا علي؟ قال لها الحسين قباله قال لها الحسين قباله قال لها الحسين قباله قال لها الحسين قباله. بعد ام البنين سوت اجت ام البنين تقمط العباس وقال لها علي فنش تقمطين شلون الكون يا ام عباس بيدينك تلزمين المشرق يسرته والمغرب يمينه وشلون الكون تقمطين وشلون الكون قمطين وشلون الكون شلون الكون قمطين وشلون الكون شلون الكون قمطين وشلون الكون